أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأتت به قومها تحمله.
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت. ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم الفاتحة. فتحة يا لحضرة النبي العظيم يا لعبد الإمام على خير بسر النبي بسر القرآن الكريم بسر الفاتحة. الآن استمعنا من القرآن الكريم من فضيلة الأستاذ الشيخ علاء محمد البنداري البلدة الفنيسة مركز سمطة محافظة الغربية. حان الحين ودقت الساعة وجاء وقت السلطنة مع الفرقة الموسيقية. اسمع الفرقة الموسيقية وصلي على حضرة النبي. الله اسمع الأرجل الأرجل والسيد محمد صلى الله عليه حضرة النبي.
الأستاذ سيد الشناوي اسمع كمان وصل على حضرة النبي. Thank you.
وسمعنا تصنيفه للفرقه الحلوه. الله 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 الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفاتحه لكل اهلكم عيان بالاجماع اهل الكرم اهل الوادي، بنحييهم وبنحيي طبعا شوشاش يشرفونا ومنورونا وكترونا، وبنحيي حزبه الفرعونيه اهل الكرم اهل الواجب، يعني بنحيي كم عياد وكل الضيوف الموجودين اللي لادي كم عياد اللي هم مش ضيوف كم عياد، بنحييهم وبنحيي الفاتحه على روح المرحوم صبري عياد واولاده، والمرحوم الاستاذ ماجد عياد واولاده، استاذ محمود استاذ احمد، والفاتحه لاداره البلد والليله الاستاذ عادل عياد عمده كوم عياد، والحاج محمود فهمي عياد ربنا يشفيه يا رب لاجل الحبيب النبي، والشيخ امير عياد والشيخ محمد ابو عياد خادم المقام، والشيخ احمد سعيد هيكل مأذون القريه، والى جميع عائلات كوم عياد بالاجماع، ورجال الشرطه رجال الامن، ولولا الامن ما كان الامان بنحييهم. بنحيي طبعا اهل الكرم اهل الواجب، سياده النقيب ابراهيم بيه رئيس نقطه وشرطه شمشور ومأمور ورئيس مباحث مركز اشمون، والشيخ غفر كوم عياد، الحاج وجدي حامد وجميع رجال الامن، وبرضو الفاتحه لضيوف الليله ورجال الفرعونيه الحاج عبد الناصر ابو سالم، والحاج محروس مراد، والحاج محمد رمضان مراد، ورجال شوشاي، رجال الخضره، رجال حزبه روستو، رجال اشمون، رجال شنشور، رجال براشيم، كل اللي شرفونا من جميع القرى والقرى المجاوره بنحييهم. وبنحيي طبعا جريس الشيخ عزت زيد، بنحيي طبعا عضو استشاري المجلس الاعلى للطرق الصوفيه على محافظه المنوفيه، بيمسي على الاربع طرق الصوفيه بكم عياد، وعلى الشيخ علاء محمد بن داري، وبقول ربنا يفتح عليك الذي وفاك يا رب الشيخ علاء يا رب لاجل الحبيب النبي. وبنحيي عم ماجد، وبنحيي عم محمد وكل الناس الموجودين معانا اللي نادي ومدد حضره النبي ومدد ربنا. وطبعا كم عياد بقى ايه لهم معزه خاصه شويه، لانهم اهل السمع، فحبه للجماعه الصوفيين، وحبه للجماعه برضه طول القصه، وحبه للجماعه برضه طول موالين قبل عند حبه ومن عند حبه طول الامور ايه تمشي. وانا شايف الليله منوره اللي كده بالصلاه على حضره النبي وبان فيها النور. ايوه الله بكنتوا مش بيا انا، ايوه الله. وبنحيي طبعا الباشا احمد سميح صاحب الواجب وعمي سميح الغايب الحاضر بنحييه وسحبوده مجاله، ولا ننسى الاستاذ محمود طعيم وحده فيديو ومكسر اولاد طعيمه على النت مباشره، بنحييه اللي معايا في كل مكان، وبنحيي اولاد شعله براشيم الصوت والضوء كما تعودنا، وبنحيي متعفيف الشيخ سامي ابو غنيه ومدد حضره النبي ومدد رب. وانا جاي خدام الفقير قبل الغني، لان الغني هو الله، فانا عايزك تسمع الشاب اللي قدامك اللي ده يقول لك ايه فكم عياد وعاش سيدنا النبي سمعنا الصلاه عليه ومدد حضره النبي ومدد كلهم وتوكلنا على الله. الله يخلي ايدك اللي مسقف معانا لله. وبنحيي دول المنورين ومدد كلهم. Thank you.
جبرائيل. احلى الليالي هي الليلات وانا جاي اغني وامدح في الهاد. احلى الليالي الليالي هي الليلات وانا جاي اغني وامدح في الهاد. يا ربي خلي حبايبي تملي، يا ربي خلي حبايبي تملي، علشان ما بينا ما بينك يحضرنا الليلة تصيفة خير. بلد يا كلهم والزرغوطة. يا رايح مكة فوت على المدينة، بلغ سلامي للهادي نبينا، وابو طعيمة نور لليلة، علشان حبايبي حواليا الليلة. وعم محمد وكم عياد وشوشاي وشنطور وجريس ابو عزت. وانا جاي اغني وامدح في نبي وحدو. والله العظيم الليله ورد وبانا من اولها. انت عارف انا جاي بمدح في سيدنا النبي اللي ده، اقول له ايه؟ وعاشق سيدنا النبي سمعنا الصلاه عليه. وحلو سيدنا محمود طعيمه تشرفش ونورنا. ابو طعيمه الغالي استاذ محمود. عاوز براحتك وتكون معايا تسمعها. والله اول مره تيجي معانا هنا فبراحتك خالص مولانا. تحت امرك. احبه واللي دعيني. ايوه الله. وانا لما دعونيكم عياد الليلاد قلت لهم طلبكم على عيني. انا جيت وشفت الاحبه الليلادي منور قصاد عيني. اللي يصلي على حضره النبي محمد له لو طلب عيني. صح صلاة واحدة عليك يا حضرة النبي لو مجروح تداويني. صلاة واحدة عليك يا حضرة النبي من فقري تغنيني. شوم عليا الحبايب والكل بيناديني، وقالوا لي في الرايح يا بنت داري. انا قلت جمهور
وارضكم عيا الداعيني والله لما جيت الليلة لقيت الجمع رباني عاشق ومداح عاشق ومداح تلومني ليه يا خالي وانا كل ما صلي عليك يا حضرة النبي ألقى الجمع رباني وأدعوني الله في الجمع ده كله انه يروح يزور الحبيب النبي حتى اللي راح للنبي يرجع يزور تاني واحدو خلد يا كلهم والزرهوطة واسمع الفرقة الحلوة وصلي على اسمعوا صلي على نبينا صلاة رحمة ونور لينا اسمعوا صلي على نبينا صلاة رحمة ونور لينا يا خد بإيدنا يا عدينا يا أمتي أبشر بالخير اسمع وصلي على النبي الليلة دي حضر النبي انا اللي بنباح في النبي كله صلي على النبي اسمع وصلي على نبينا صلاة ورحمة ونور لينا اسمع وصلي على نبينا صلاة ورحمة ونور لينا يا خبيبنا يا عدينا يا أمتي أبشر بالخير اسمع وصلي على نبينا صلاة ورحمة ونور لينا اسمع وصلي على نبينا صلاة ورحمة ونور لينا اسمع وصلي على نبينا من حي الشيخ الغفر ولولا الامن مكان الامان تعالى بقى ما تشوف الجماعة بتوع الفتة اللي احنا منهم قالوا ايه واللي في شوشاي واللي في كوم عيال واللي في انت واللي في قطعه فين ونشوفهم قالوا في الحب ايه مدد يا غربان مدد يا كلهم يا نفسي العلم واخد العلم من جوه يا جرحاني جرح يا ماما بس الجرح من والله العظيم مش عارف اقول لك الليله منوره انا عارف ابد يا رب يا نفسي العلم واخد العلم من جوه يا جرحاني جرح يا ماما بس الجرح من جوه قالت الحب علقيا بالنار مش بالعافية ولا بالقوة ف
فتح لي صدرك يا ولد وعامل لي كده فتور ده يا ما اسعم للمشايخ ولابسين العمم ولا اجي بره ولا وانا ولا وانا ولا وانا ولا وانا ولا الله يخرب بيتك اللي رسقها في عالم جديد وارمل وارمل غربان يا نفيس الى علمي وقت العلم جواه يا جرحاني جرح يا ماما يا ماما يا ماما قالت الحب مش بالعافية ولا بالقوة ده ياما ناس عاملين مشايخ ولابسين العمم والله برا ولا قالوا الهوى له دوا ده انا قلت فيه هو هو يا سيد عيان وارمي انا كل ما اخد العلاج يضرب الوجع ويا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما قلوب العاشقين لها عيون طرانا لا يرى للناظرون واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين والسنة في سر قد تناجي يغيب عن الكرام الكاتبين الا بالصبر تبلغ ما تريد وفي التقوى يلين لك الحديد تريد النفس ان تبلغ منادى ورب العرش يفعل ما يريد وارب الغربان ازاي انا اقدم وانا لا من بيرعوني انا كنت نايم لكن هم اللي شافوني وكنت انا للعشاء منهم حراموني سيدنا الحسن والحسين هم اللي جذبوني قالوا من عيدك معنا انا قلت عيدوني قالوا انتصون عهدنا انا قلت بعيوني بشرط يا سادتي بالحب وافوني شوف يا حريص
حرتي السلك في الملك الى ما سأغلو لمن يشيل الولد يا ناس خلاف أدلو اتحرقي السلك في الملك الى ما سأغلو لمن يشيل الولد يا ناس خلاف أدلو ما تلومش عالم بلد سيب البلاء لأهلو احنا اللي منا البلاء واحنا البلاء واجلو يا تنبلي وتبتلي وتبقى ميل اجلو عليك توكلي مولى الموالي وانت وسيلتي في كل حال عليك توكلي مولى الموالي وانت وسيلتي في كل حال اذا سامحت لي وغفرت ذنبي فلا لوم علي ولا ابالي يا سيد عياد برد الساحة فيها رجال من كل شكل ولون ولا يعذر المعذور الا اللي صعب الدور يا معترض او صيف خليك بعيد خليك ليقد لهبنا فيك وعليك يقولوا مجنون علمتونا الخوف واحنا صغيرين ولما حبينا قلت علينا مجانين علمتونا الحب واحنا صغيرين ولما حبينا قلت علينا مجانين بتلومونا ليه بتلومونا ليه كنا عملنا ايه سيدي يا سيدي يا سيدي سيد عيب يا سيدي علمتونا الحب واحنا صغيرين ولما حبينا قلت علينا مجاني على ترى انت مجنون ابن مجانين اللي لا من الاخر حق عليك الناس ديت عليا الطلاق كفرانه وجاي تروق فانت بقى عاوز تروق هنجننك ونجنن اللي متخلفوك رقمين وانت قلت انت زي من المنوفيه وانا اديناك الشهاده دي من زمان فبراحتك كده واتجنن زي ما انت عاوز عشان سيدي ابو عياد حاضر معانا عاوزين نصلي على سيدنا النبي والليله ما تبقاش حلوه الا بالصلاه على حضره النبي اللي عاوز ربنا يبارك له في ماله وصلى على سيدنا النبي يبارك له في ماله وصلى على سيدنا النبي صلاة النبي الله يخلي بيتك اللي ما سقف لحضرة النبي بنية خالصة اسمع الفرقة الحلوة وصلي على النبي تنور عمده تنور يا جماعة الليلة معمولة عشان الناس اللي واقفة تتفضل تقعد في ناس من وراكوا حقهم يشوفوا
لو سمحت يا جماعه انتوا اهلا بيكم في بلدنا وتشرفوا على راسنا من فوق، بس اقعدوا كلكم لو سمحت، لو سمحتوا اقعدوا كلكم، ما ينفعش كده يا جماعه، لو سمحتوا اللي واقفين كلهم اتفضلوا يقعدوا، واحنا تحت امرهم. ام النبي النبي خير الآلم شافت ما نم يوم مولده، قال الكلام من رقيده يا بركة الله لا حد إلا لا حد. والله نزل لكم أمر لله يا أنا أنتم لله مدد يا حضرة أم النبي خير الآلم شافت ما نم يوم مولده، قال الكلام من رقيده يا بركة الله لا حد بركة الله لا حد. على انما سيدنا النبي حاضر مدد كلهم وابويا عندهم وبنادى لقيتهم سيدنا النبي صلى عليه. الدنيا كانت مظلمه اتاها نور من ربنا لما اتى سيدنا النبي، كانت ناس بتعبد الاصنام وناس بتعبد حجر ونار قبل وجودك يا نبي. والله العظيم مش بقول لكم كل اللي تبقى احسن من اللي ماذا دي حضرة النبي صلاة النبي الله ماذا دي كلهم الدنيا كانت مسلمة اتاها نور من ربنا لما اتاه سيدنا النبي، كانت ناس بتعبد الاصنام وناس بتعبد حجر ونار قبل وجودك يا نبي. دنيا 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 يا دنيا يا فليا يا شيخ العرب شيخ الغفر اهو كله شعب له معانا. يا دنيا دنيا يا دنيا يا دنيا. طب انا معايا غربه كل ما بتكبر بتزداد حمار وحلاوه غرب المسرح شو شايف بتحييك ابو عمار وسميح والباشا مجد الخوت المجاريح غربل عشان الحال يطلع لواحد يا اخي والنبي جمال فين حواليه ده هم انا عاوز اسمعوا لهم عشان الليله حلوه بالصلاه على حضره النبي الله بعد اذنكم يعني. يا ودانا معايا غربالي يلي بلا غربالي يلي شحت الغربه الحارر منع يا حارر مانع يا منخل سيدنا الحسين بغرب الأمة السيدة يا من يفسر والله الكلام ده له معناه سيدنا الحسين بغرب الأمة السيدة تنخد الراجل اللي اتقنقه من الغلتان ويغرب له قبل جلج للغريبة لجل الغريبة وبعد ما يغرب له يورد حيضة طح يبقى طحان وبعض ما ينطحن يبقى له رد على بابا البدو ولا سيد ابراهيم ولا ماما السيده زينه ولا سيدنا الحسين ولا سيده ام كلثوم ولا بابا الشعراوي ولا بابا البحراوي ولا
يبان ورد على الديوان قالت ماما الكريمة. وحياة جمال النبي اللي الحجر لهلان، اذا كنت عيان يا بنداري انا برضو بها عيان، ستنا بتشتنا حبك لنا بيشتنا، يا من مددت يا ست يا سيدة زينب بيجري في دمنا، يقول الحبيب المصطفى اهل بيتي يا سفينة نوح من تعلق بهم نجا، اهل البيت احباب الرسول يا ست ياللي جمالك في الهنا زي ودخلنا ليك المقام وحبك لينا زي، وحياة ابوك الامام علي وامك فاطمة الزهراء وابن اخوك زين العابدين اللي يحبك تقوميه على العتب ليكي، ازاي اسيبك وانا بين اياديكم، الحب منك يا ست الكل نصرة وعناية، انزل دوان الست عشان انت اللي علمتنا وقلت لنا ياللي جواك الغراب املنا على زينب. يروي لغربان يا ودنا معايا غربان يروي ياللي بلا غربال ياللي شحط الغربال حرير منايا على طول بشروع يا ودنا معايا غربال ضرب لغربان ياللي بلا غربان ياللي شحط الغربان حرير منع يا منخل سيدنا الحسين في ضرب الأمة السيدة والله هم دول يا شيخ علاء والله هم دول قلبي يا علاء يا علاء البيت احنا فيكم احنا ميت نصرة يا علاء بيت رسول الله نصرة يا سفينة الرجاء نصرة نصرة يا علاء بيت رسول الله الف بدل يا علاء ولد يا حضرة النبي روح يا شيخ علاء روح يا حبيب الكل روح يا حبيب يا ودنا معايا غربال ياللي بلا غربال ياللي شحط غربال حرير مانع يا منخل حاضر 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 سيدنا الحسين في غرف الأمة السيدة الراجل اللي اتقنقه من الغلبان يا غربان ويغربلوه قبل جلاج للغريب ابان وبعد ما يغربلوه يورد حب الصح يا
ورد في الطحان وبعد ما ينطحن يبقى له رد على مع النبي ينور سيد مفروش يبقى له رد على الديوان قالت ماما الكريمة خدوا بالكم يا دادا يا ولاد ابويا والبركه فيك يا امي والطفل اول كلامه لازم يقول مش نسيت النبي بالراحه 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 الحاله اشتغلت بالراحه الله يخليك اللي بس قف معانا في الشواذ الاول يا ولاد ابويا والبركه فيك يا امي والطفل اول كلامه لازم يقول لازم يقول يا امه ولو حد ضرب الصغير لو خاف يقول اقول يا امه اقول يا امه اقول يا امه يا امه يا امه واللي مالوش امه على باب ماما السيده زينب ينادي يقول يا ينادي يقول يامه سايبين التفاح داير له والجن زعلتها عليك لمه ولما يكبر الولد وطالب الزواج يقول له امه قولي لابويا ده انا عاوز اتجوز غربي ده انا عاوز اتجوز يامه ولما يكبر وشوف ليلة بالليل الانس مع مراته وامه الزعل مراته روح لامه ولا انت كنت عملت لي ايه يا يامه 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 انا ليا من غيرك يامه لا خلا بعدك ولا عمه انا ليا من غيرك يامه لا خلا بعدك ولا عمه تسع شهور حملك فيا ورضعتيني بحنية وكنت بتخافي عليا انا ليا من غيرك يما 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 يا ام العاجز خيني لعيش بعيد عنه لبع له ولا تشتري منه خيني لعيش بعيد عنه لبع له ولا تشتري منه انا مالي ومال عمي ليجي يخص ناحيتي مني لاج على نفسي واروح له الدار واقول له ايه كان جرى مني يا سيدنا الحسين نسم المغرب نعسانا وانا السهرانة ويانا نسم المغرب نعسانا وانا السهرانة ويانا علشان محمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه نبينا محمد صلوا عليه اهل العباد دول كشافي رجال عليهم ظهرك اه
حلوة وفي أنوار إلا حضرنا طه المختار اللي لا حلوة وفي أنوار إلا حضرنا طه المختار يا هلا يا هلا يا هلا اللي راح للنبي يا هلا علشان محمد صلى عليه صلى يا شيخ العرب نبغى يا رب قلبي يحبك وبيهواك انت شجعت الروح في جواك قلبي يحبك وبيهواك انت شجعت الروح في جواك يا هنا يا هنا يا هنا اللي راح للنبي يا هنا علشان محمد صلى عليه يا سيدي ابراهيم انا مالي ومال عمي ليه يا خس بحكي مني انا مالي ومال عمي ليه يا خس بحكي مني لاجع على نفسي واروح له الدار واقول له ايه كان جرى مني انا مالي ومال عمي وحيا سيدنا النبي كل يوم مكان حبة كده حبة كده زي ما اتفقنا مضى حضرة النبي يلي كواك الغرام ماذا ضرب بدو حد سيدنا النبي جمال عفين وعوده ماذا ضرب عشان السيدة زينة ماذا دم العواجز واللي ملوش أم على باب ماما السيدة زينة بنادي يقول يما يما يلي كواك الغرام أم وندق على زينة ما يصحي ولي في الكون إلا ومضت له السيدة انا عاوز اسمع بصوت عالي بقى يلي كواك الغرام ام وندق على زينب ما يصحي ولي في الكون الا ومضت له السيدة سيدة سيدة وسيد علي زين العابدين يحمل الكعبة يمضي غم السيدة مش سيدة زينب اخوها رئيس المملكة ورئيس الديوان اخوها رئيس المملكة ورئيس الديوان ماما زينة لو حدفوني بالطوب انا ما جاتوب عن حب السيدة يا ابو الحاج علاء احنا قلنا قبل كده ابو الحاج جاي بتاع سلوعيات يعني من السنة من السنة للسنة يا حاج علاء الناس ده كلها ولعانة على رأي الرجل مدنها ماشي وانت بدأت بالحب الحب ده بلا يا ابو الحاج تعرفين اتنين حا وب حا حب حب الناس دي كلها والبلا بلا ربنا يكفينا شر البلا وخليك بالحب يا عم علاء والست الله يعمل بيت ابوك يلي كواكي الغرام ما يصحي ولي في الكون الا ومضى
مرت له السيدة إلا ومرت له السيدة زينب زينب زي النبي يا زينب إلا ومضت له السيدة زينة وسيد علي زين العابدين يحمل القامت ينضغ من السيدة ينضغ من السيدة زينة أخوها رئيس المملكة ورئيس تبدي وماما ماما 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 ورئيس تبدي وماما ماما زينة ماما زينة ماما زينة لو حد فوري بالطوب أنا ما هتوب أنخب السيدة لو حدفوني بالطب انا ما هتوب عن حب السيدة زينب اذا كنت عيان او في شدة او في ضيق قول يا بركة السيدة زينب اذا كنت زهقان او كنت تعبان خد بالك وروح عند بابا 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 سيدنا الحسين وفوت على السيدة زين دخلت السيدة زينب على حضرة النبي فوجد سيدنا الحسن على رجله اليمين وسيدنا الحسين على اليسار قال تعال يا زينب قال تعال يا زينب قالت له مكاني فين يا جدو خلع العمامة وقلع على راسي شوف اخوي خوف ما بعد يا رب الدنيا منورة راجل انت عملت فرح ما حدش عمله 18/7 ده علامة على والي قلت لك انا باكل فطير انا باكل فطير غربي يا رب بالحي مازول البلد مدد كلهم انتك الحلق وموتك على زينب 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 الله يخرب ايدك المساء تعالى بالشوادة لهم اخوك رئيس المملكة ورئيس جدي والماما زينب لو حرفوني بالطب ما توب عن حب السيدة زينب ان دقبك الحال ام وندق على زينب 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 زي النبي يا زينب اخوك
رئيس المملكة ورئيس تيتي وماما زينب. لو حد فوني بالتوب ما توب عن حب السيدة. عاوزين نقول على هذا ولا انتوا مستعجلين لله بالصلاة على النبي واحنا معاكم لبن الصوم مرة دي حضرة النبي. لو حد فوني بالتوب ما توب عن حب السيدة. اخوها رئيس المملكة ورئيس الديوان ماما. اذا كنت عيان او كنت تعبان امره على باب السيدة. وقول يا ربي اكبر بخاطري كرامة للسيدة. لو حد يفوني بالطوب انا يا من انا ما هتوب عن حب السيدة. غربي على كده على كده يا انا انت اللي لا مدد يا كله. دخلت السيدة زينب على حضرة النبي ما صلى عليه. فوجد سيدنا الحسن على رجله اليمين وسيدنا الحسين على اليسار. قال تعالي يا زينب. قالت له مكان فين يا جدو. خلع العمامة وقال على راسي يا زينب يا رهيبة الدنيا أسس يا حنا. يا راهب الدير يا قسيس يا حنا افتح لنا الباب خلينا نشوف راحت اولاد البلد. اللي ما لقش الطريق بيلوم. الله اولانا ما لقش الطريق بيلوم على حلنا طوان الهوى. اعلم ربنا حلنا اللي ما لقش الطريق بيلوم على حلنا. والله ما بنغني على الناس اللي لادي ده احنا بنغني على حالنا. والست كانت بتقول له انا لا بعبدك للنار ولا الجنة. والخلق اتربت مع المسلمين وانا اتربيت معه. عارفين مين اللي كانت بتقول له الكلام ده؟ ستنا ربع العدوية في النص من عمرها التاني. خد بالك كانت بتقول له ليتك تحلو والحياة مريرات. ليتك طرد والالام مضار. ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. وصح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب. راب شروق وكل الذي فوق التراب تراب. فتح الباب معاويه كتاب بتتكلم مع ربنا. فقال لنا تبت لله يا ربعه واخلصت لله. ردت عليه وقالت له اتعصي الاله وانت تظلم حبه. ده لو كان حبك صادقا ما اطعته. ان المحب لمن يحب مطيع. يا
النبي. منورين على راسي على راسي. رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله ياك يا حبيبي يا حبيبي ياك يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله ياك يا حبيب الله يا رسول الله ياك يا حبيب الله يا رسول الله خذ بإيدي يا ابن عبد الله. يا كلهم